نرجع لوكالة عدل ويعني اترافير فو نطمئن المكتتبين انه في 1 نوفمبر راح يكون توزيع تقريبا 29 ألف وحدة سكنية وتقريبا 37 ألف شهادة تخصيص يعني لي ديسيزيون دافيكتاسيون على المستوى الوطني. وحتى المكتتبين اللي قاموا مؤخرا بتحييل الملفات نتاعهم واللي كانت فيها يعني ملفات كانت في لي ريكور وتم دراستها من طرف اللجان، حنا مدينا الفرصه لتقريبا 46 ألف مكتتب يعني وين تم وضع لي زورد فيرسمون تاع لا بروميير ترونش او نيفو دي سيت انترنت تاع المكتتبين. وحتى الان ما فيه الا 26 ألف اللي قاموا بتسديد الشطر الاول، يعني 26 ألف من 46 ألف اللي قاموا بتسديد الشطر الاول. وهذه المجموعه ان شاء الله تاع 26 ألف راح تكون قبل نهايه شهر نوفمبر. التعليمات اسديت للمديريه العامه لوكاله عدل انه المكتتبين اللي قاموا بدفع الشطر الاول من نهايه شهر نوفمبر راح نعطيه الفرصه انه يقوم بعمليه اختيار المواقع ويقوم بتسديد الشطر الثاني. تبقى الاشكاليه مطروحه في الجزائر العاصمه يعني في ونعرف اشكاليه العقار. احنا يعني مع السلطات المحليه ومشكورين كل الجهود مركزه باش نقوم بتوطين المشاريع الاخيره لوكاله عدل في ولايه الجزائر.